وتطلع بره القناه، تبدا قافله الشمال تتحرك علشان تطلع من الوسائل، تطلع من السويس. فطبعا زمن الانتظار هنا من 8 ل 11 سنه. تمام؟ المشكله الثانيه كانت عندنا ان احنا عندنا فرده واحده بس من البحيرات اللي بنوقف فيها المراكب، الدرافت بتاعها والغطس بتاعها اكثر من 45,000. 8 مراكب بس، يعني لو جالي 9 مراكب اقول لها التاسع خليكي بره ما تخشيش. وبالتالي دي برضه بتقلل تصنيف قناه السويس. انا عندي هنا هم اعماق لا تسمح بالتقدم اللي حصل في صناعه النقل البحري. وبالتالي سفن عملاقه ما تخشش قناه السويس وتقعد بره، ادخلهم بالدور. حجم التجاره العالميه يقول لي ان انا النهارده معدل مروري 49 سفينه في اليوم. على 2023 هيبقى 97 سفينه في اليوم. هضطر اوقف السفن خارج قناه السويس باليوم والاثنين عشان تخش قناه السويس وتعبر، وقد يكون الاعماق لا تسمح بعبرها. فكان التفكير ان انا اعمل حاجتين، ان انا اعمق هنا بحيث وهنا بحيث ان قناه السويس كلها تبقى للسفن العملاقه. اي سفينه تخش قناه السويس وتعبر. تبقى للتطوير اللي حصل في صناعه النقل البحري. الحاجه الثانيه ان انا ما اخليش القابل مع بعض، يعني خلي قافله الجنوب تيجي فري ران كده ما تتقابلش بقى مع قافله الشمال، لا تاخد بقى قناه جديده دي تعمل شورت كات كده وتطلع منها. انا عملت ازدواجيه في قناه السويس ما عملتش مقابله للقوافل. يبقى انا هنا اهو حققت مرور على طول لقافله الشمال وتطلع، وقافله الجنوب تيجي وتنزل في القناه الجديده وتطلع ولا تتقابل مع قافله الشمال. يبقى انا قللت زمن العبور، زمن العبور كان 20 ساعه في قافله الشمال هيبقى 11 ساعه فقط. زمن الانتظار كان هيبقى من 8 ل 11 ساعه، مش هيبقى فيه زمن انتظار ان شاء الله. كل ده يرفع من تصنيف قناه السويس كاهم مجرى جراحي عالمي. مش عايز استنى لغايه 2023 والاقي عندي مشكله ان انا مش قادر ادخل السفن، ولا قادر ادخل السفن العملاقه انها تمر في قناه السويس. يبقى لازم افكر من النهارده ل 2023، واللي هعمله ب 10 النهارده هعمله ب 100 بعدين. يعني في تعبير تاني احنا برضو قعدنا ساكتين لغايه ما لقينا سد النهضه قدامنا، وبعدين بدانا نفكر هنعمل ايه؟ ده احنا عايزين من دلوقتي نفكر هنعمل ايه؟ ممكن ما نحضرش، بس الاجيال الجايه تلاقي قناه سويس اعلى مستوى من القنوات في العالم وبتدخل اعلى معدل دخل. كده اهو بنضاعف عائدات قناه سويس ونخليها تستوعب ان موقف حجم التجاره العالمي، وفي نفس الوقت بتخدم مشروع التنميه في منطقه قناه السويس، لان مشروع التنميه هيبقى فيه سفن كتيره جدا ان شاء الله هتمر ارتباطا بمشروع التنميه، فقناه السويس بهذا الشكل هتخدم على مشروع التنميه وترفع درجه تصنيف مشروع التنميه. مش عايز اقول لسيادتك ان من اول ما قلنا كده معدلات المرور حتى زادت في قناه السويس. سياده الرئيس امر بان في خمس قنوات فرعيه هنا للمنتجعات السياحية ومناطق سكانية ومناطق تموين وخدمات سفن. القناة يعني حياة. وأنا قلت لحضرتك إن لما اتعملت قناة السويس ما كانش فيه بورسعيد، ما كانش فيه الإسماعيلية، ونشأت المدن حواليها. فإحنا عايزين ننشئ حياة في سيناء، كل القناة دي كلها في سيناء. يعني سيناء إن شاء الله هتستفاد بمينا العريش ووادي التكنولوجيا والقنوات الجديدة، علاوة على إن إحنا إن شاء الله إن هو في سبع أنفاق. ثلاثة في الإسماعيلية، اثنين سيارات وواحد سكة حديد، وثلاثة في بورسعيد، اثنين سيارات وواحد سكة حديد، ونفع الشهيد أحمد حمدي في السويس. كل ده عشان نربط سينا بالوطن الأم، لأن إحنا سيدنا سينا لما كانت هتضيع مننا، فلازم نراعي إن سينا تبقى في حضن الوطن الأم. كل ده خلال المشروع. إحنا بدأنا المشروع أول مرحلة فيه الحفر الجاف اللي حضرتك هتشوفوا ال 35 كيلو متر كده. البلاح هنا التعميق والتوسيع ان شاء الله 10 كيلو، و من الكيلو 95 وفيما فوق 27 كيلو، يبقى الاجمالي هنا 27 وهنا 10 يبقى 37، وال 35 دول يبقى 72 كيلو متر اللي هم المشروع بتاع قناه السويس الجديده. الجيش ان شاء الله هيخلص الحفر الجاف
نخش احنا بقى بالايه اول ما الميه تظهر على مستوى سطح الميه نخش احنا باعمال التكريك عشان نكرك المنطقه دي. واحنا بنكرك حاليا في المناطق دي عشان نوصلها لاكثر من 45 قدم ل 66 قدم وبنكرك هنا بحيث ان كلنا هنشتغل اول ما الجيش يخلص احنا شغالين في الميه هنخش احنا بالكراكات بتاعتنا لان التكريك الميه لما بتكون في الرمله بتبقى تقيله جدا على الحفره على الجاف فاحنا نخش بكراكات معينه نسحب الرمله اتجهزت لما نوصل العمق ال 24 متر اللي هو العمق اللي في القناه الثانيه بحيث ان القناه دي تبقى نسخه من القناه دي. فلسه في ان شاء الله اعمال كبيره جدا هتتم وبعد كده الميه بتخش ونحط بقى العلامات الملاحيه والرادارات بتاعتنا ونعمل خرائط والمنشورات الملاحيه ففي شغل متواصل بيننا وبين الهيئه الهندسيه واحنا طلبنا الهيئه الهندسيه تبقى معانا للجديه والانضباط والالتزام في التنفيذ وهي الحقيقه بتشغل كل الشركات الوطنيه عدا كانت تنطرق هي بتشغل. فانا بطمن حضرتك ان المشروع مشروع رائع وده